حقيقة لا جديد في تصرفات وسلوك الحكومة السورية التي تمارس كافة أشكال الضغط منذ بداية الحراك الثوري على كافة المناطق بهدف تطويع هذه المناطق وإعادتها إلى قبضة النظام والسيطرة عليها. اليوم كما يعلم حصار المناطق ومنع دخول المواد الطبية ومنع دخول المحروقات ومنع دخول المواد الأساسية الأغذية الأساسية، هذه السياسات بدأت تنتهجها الحكومة السورية منذ إبان الحراك الثوري في 2011 إلى الآن على كافة المناطق التي تخرج عن سيطرتها ولا تخضع إلى السيطرة المباشرة للحكومة. نعم. الوضع الإنساني يعني ما يثير القلق أن هناك أن المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية لا تضغط على الحكومة السورية بهدف إدخال هذه المواد التي هي مواد أساسية لعيش السكان، سواء كانت محروقات أو مواد أغذية أو مواد طبية. يجب على المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أن تسعى إلى الضغط وتمارس جميع أشكال الضغط على الحكومة السورية لإدخال هذه المواد وإيصالها إلى محتاجيها في الوقت المناسب، وعدم السماح باستخدام مثل هذه الأسلحة ضمن الخلافات السياسية والتناقضات السياسية في حال خروج أي منطقة عن سيطرة النظام أو رفضها لسياسات الحكومة السورية. هذا السلاح يعني خطير جدا، يؤثر على حياة الأطفال، هناك أطفال في المشافي، هناك نساء في المشافي. الجو كما يعلم الجميع اليوم درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل كبير ودخلنا بشتاء يبدو أنه شتاء قارس شديد البرودة منذ بدايته. تحتاج هذه المناطق إلى التدفئة، تحتاج إلى الكهرباء، تحتاج إلى إيصال المواد الطبية المستشفيات لكي تعمل المستشفيات وتعمل الدوائر الخدمية ضمن هذه المناطق، تحتاج إلى وصول الوقود والمحروقات. نعم. النظام يسعى من خلال أيضا الضغط باتجاه المحروقات ليكسب أيضا يعني أيضا يسعى إلى المقايضة في ملف المحروقات عبر الضغط على هذه المناطق. كما يعلم الجميع يسعى النظام إلى إعادة السيطرة على الموارد النفطية وعلى المواد يعني الثروات التي هي في المناطق الشمالية الشرقية والتي هي ملك للشعب السوري كافة، ومن حق جميع المواطنين السوريين أن يحصلوا على هذه المحروقات. والإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كانت منذ بداية تحرير هذه المنطقة تسعى إلى إيصال هذه المواد والمواد المحروقات إلى كافة المناطق دون نعم. الخلفية السياسية والخلافات السياسية، وضعت الخلافات السياسية وجانبا وسعت إلى إيصال هذه المحروقات لكافة المناطق. شاهدنا في زلزال شباط الماضي العام الماضي عندما حصل الزلزال كانت أيضا قوات سوريا الديمقراطية أرسلت المحروقات إلى مناطق المعارضة وإلى مناطق الحكومة السورية، شاهدنا رفض من كلا الطرفين لوصول المحروقات للشعب. يعني اليوم قوات سوريا الديمقراطية لا تنظر إلى الشعب السوري كخلاف سياسي، ليس لديها أي خلاف سياسي مع أي مكون من مكونات الشعب السوري، وتسعى إلى إيصال المحروقات وإيصال المواد الأساسية لكافة الأطراف السورية، ولكن النظام والمعارضة استخدموا سلاح عدم إيصال وعدم السماح. منذ زلزال شباط الماضي ظهرت يعني النوايا والخلافات بعدم إيصال المواد الأساسية اللي محتاجيها من الشعب السوري. نعم، إذا سيد إياد بجزئية حديثك عن الجانب الإنساني، هناك النساء والأطفال في المستشفيات، الأهالي والمدنيين لا تصل إليهم المواد الغذائية، بالنسبة إلى منع دخول المحروقات الذي تسبب بنفاد الوقود ما أدى إلى توقف العديد من الأجهزة في مستشفى آفرين الوحيد بالمنطقة، يعني بضوء كل هذه المعطيات ما هي تداعيات استمرار هذا الحصار على المدنيين؟
يعني حقيقة يعني المشكلة الأساسية في المواقف الدولية في المنظمات الدولية المعنية. يجب على المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، الأمم المتحدة، المنظمات الإنسانية الدولية، الضغط على نعم الحكومة السورية والضغط على الجهات المعنية لإيصال هذه المواد. النظام والحكومة السورية تسعى بأي شكل من الأشكال لحصد أي مكسب سياسي أو أي مكسب اقتصادي أو مادي على حساب الشعب السوري وعلى حساب عذابات ومكالم الشعب السوري. ولكن المنظمات الدولية والجهات المعنية هي المعنية اليوم بإيصال هذه المواد والضغط لإيصال هذه المواد لمحتاجيها. نعرف مواقف الحكومة السورية ونعرف مواقف النظام السوري الذي دائما يستخدم هذا السلاح، ولكن المنظمات الدولية والجهات المعنية يجب عليها أن تكون حيادية وأن تمارس كافة أشكال الضغط لإيصال هذه المواد إلى محتاجيها وإعادة تشغيل المشافي وإعادة تشغيل الدوائر الخدمية بوصول المحروقات وإيصال المواد الغذائية لمحتاجيها. كما يعلم اليوم المحروقات توقف عجلة السيارات وتوقف إيصال المواد الأساسية، يعني اليوم قطع المحروقات يوقف المواد الغذائية ويوقف المواد الطبية والإسعافات وغيرها، وجميع الحياة أشكال الحياة تتوقف بقطع المحروقات. هذا السلاح سلاح خطير، ويجب أن يجرم من يستخدم هذا السلاح ضد الشعب وضد المناطق المنكوبة. نعم، السيد إياد الخطيب، عضو المجلس العام في حزب سوريا المستقبل، كنت معي من شمال وشرق سوريا، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى مداخلتك معنا.